اوكي رح اقول انه انا اليسا، ضروري اعرف عن حالي، ما معروفه يعني. انطروني ببرنامج، كمان بدي احكي من الاول، فينا نخلص لاني بردانه. نحن كثير مبسوطين انك معنا. اتس اوكي عادي. كيف علاقتك بالمطبخ؟ تعلمت المعكرونه، التبوله، والرز المسلوق. واو، نفوت دغري بالموضوع الاساسي، شو رايك بالاكل اللي عملتها آيا قبل ما تدوقي هيك، شو رايك فيها؟ هي اسمها عسمليه عفراز. يعني جماعتي بلدين بحبهم كثير، باريس ولبنان، سوري لبنان بلد الام مظبوط هو باريس. العسمليه بالفراز بحبها كثير. تعقيد فراز، ذكرتك بفرنسا ما في فراز هون كمان، في فراز لا الخلطه بلدين. الخلطه يعني صح، انا جمعت الخلطة. المطبخ الفرنسي مع المطبخ العربي. تعقدي برافو. المطبخ المحروق يعني جمعت ثلاث مطابخ. راح على باريس شيء؟ لا لك ايش عم تقولي. قلتي لكل المتنمرين موتوا بغيظكم، ما بتحسي انه شوي قاسي هيدي الجملة؟ غيره اللي بعده جاد. بس كمان شفنا انه صار في كذا حادثة غيره عم يعطيك يعطي وردة تزع اللي بعده. انا خلقت لصراحة لكون نجمة، نجمة النجمات كمان. واطرب الناس بصوتي واغنية واحساسي. يمكن تستغربيني اوعى تمشي وتسيبيني. اذا كله غيره فينا نحكي سياسة؟ اتس اوكي عادي okay. ما عندي مشكل. في شيء رجل سياسي بتتوقعيه يصير رئيس جمهوريتنا المقبل بلبنان؟ يعني جاد عم تسالني وكان انا اليسا عبد اللطيف او اليسا حايك، لانه شو مش معقول. ليك حلو الامرار الاشياء اللي بتكون مش بيرفكت. صح انه انا ماني بيرفكت بس كمان عم كسر الدنيا. شو ما نحكي ده بلا سياسي. البومك الجديد شو كيف توعدينا يكون؟ اكيد البومي يعني مثل العاده رح يكسر الدنيا، رح يكون نمبر 1، مش رح يكون هو النمبر 1 يعني اكيد. وما بعرف انه اسئلتك جات في شيء كمان غير يعني صراحه برداني وزهقت صراحه. عصبت ليه عم تلامن علي؟ مش عم بتلامن جاد بس انه يعني بدائيه صراحه. انا بعتذر. كنت بحب اكثر تسالني اسئله ما حدا سالني اياها من قبل، انه اللوك الجديد وكذا. اي لاف يو باي. لاف يو مور باي.